السلام عليكم ورحمة الله، طالباتي الغاليين، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة وبعافية. نبدأ معكم محاضرة التغذية التطبيقية وعلم التغذية التطبيقي، وين وقفنا في تشابتر 3 اللي هي Evaluation of Nutritional Habits. هاي الإيفالويشن بنتكلم عن شغلات كتير إن شاء الله في هذا التشابتر. هحاول نبسط قدر الإمكان جميع المحاضرات بما يتطلبه الوقت، وأيضا حفاظا على فهمكم ومتابعتكم للمحاضرة إن شاء الله. Evaluation of Nutritional Habit، كيف نعمل تقييم للأطباء الغذائية؟ طبعا هذا الجزء الأول من التشابتر، فجزأت التشابتر على مقاطع حتى يسهل توصيله لكم. مقدمة عن الهابتس، أو كيف نعمل إحنا تقييم للهابتس. Good health is not just the absence of an illness. الصحة الجيدة هي ليست فقط غياب المرض. It is the complete wellness of our physical and emotional selves. هي الحياة تبقى يعني كاملة والصحة كاملة إذا كان الwellness والphysical والايموشنال البيينج تبعنا سيلز كومبليت، يعني الصحة السليمة والشكل السليم والشعور او الفيلينج ايموشنال اللي هي السوشيال فاكتورز تبعتنا، الحالة النفسية والحالة الفيزيائية والحالة الصحية تكون كومبليت. هذا الجود هيلث. Our nutritional habits affect our health, happiness, and our ability to get a good night's sleep. الطبع الغذائي الجيد، يمكن تستغربوا إلى هاي المصطلح، الطبع الغذائي الجيد يؤثر في صحتنا وسعادتنا وقدرتنا على النوم بشكل جيد في الليل. يعني إذا كنت أنت satisfied happy في اللايف ستايل تبعك الغذائي طبعا والصحي، الكومبليت هيلث والويلنس والفيزيكال والايموشنال اللي حكينا عنه شوي، بتكون انت ايش، يو هاف ا جود نايت سليب، وما بيصير عندك ارق لانه الجعان ما بينام يا جماعه. besides helping us to effortlessly and naturally drop a few extra pounds or few extra kilos. بجانب انه احنا بنستطيع بشكل غير محدود وبشكل طبيعي انه احنا ننقص كم من كيلو من وزننا في اليوم او في الشهر او في الاسبوع او في فترة زمنية معينة، لازم يكون في عندنا healthy diet. healthy diet هذه ركزوا عليها بنات، الهيلثي دايت هاي اللي شغلكم ان شاء الله رب العالمين، كان ايد ممكن تساعد في تطوير او تحسين every aspect of our life. الهيلثي دايت، تخيلوا الهيلثي دايت هي اللي كل جوانب الحياة ممكن يتحسنها، مش بس انقاص الوزن، ايضا تحسين المزاج وتحسين قدرة النوم وتحسين الشكل، تحسين الأمور هذه كلها، including our stress and anxiety level. القلق، anxiety، تعرفين الستريس هو القاتل الأول الآن، هو اللي بيضعف جهاز المناعة بالمناسبة على وباء الكورونا فيروس اللي احنا بنعاني منه الآن. فهذا الكلام بيشمل الوجبة الغذائية الجيدة، النوم الجيد، النظام الغذائي السليم. بعض الأشخاص ممكن يشعروا بقابلية desire to change their nutritional habits on a long term basis. يرغب بعض الأشخاص على المدى البعيد أنهم يغيروا، يغيروا أطباعهم الغذائية على المدى البعيد أو لزمن بعيد. ولكن الهدف من هذه الdesire او الرغبة في انه يعدل
نمط حياته الغذائي أو نمط الغذائي في حياته ممكن يكون لهدف أنه ينزل الوزن أو to alleviate certain symptoms of disease، أنه يزيل أو يحاول يقلل من مضاعفات أو أعراض أو بوادر أي مرض ممكن يصيب الجسم. ركزوا عليها هذه كويس، أنه مش بس الدايت لتنزيل الوزن وتحسين المزاج، أيضا لمحاولة خفض أقدر قدر ممكن من الأعراض اللي ممكن تصيب الجسم، or simply for better well-being throughout. وممكن ببساطة نشملها بكلمة واحدة أو بجملة قصيرة، or simply for better well-being throughout، في حياة أسهل، جسم أسهل، نمط حياة دائم. All people must eat and to do so، كل الناس لازم تأكل، ولكن عشان تأكل تفعل هذا الكلام ال people must put food into their mouth لازم تحط الأكل في فمها. هذا uniformity يعني شيء مبدئي وشيء بديهي وشيء بسيط، ولكن ال people الناس اللي what people eat and how they eat، ايش الناس بتاكل وكيف بتاكل، بتختلف معها الاطباع من culture لكلتشر، زي ما احنا شرحنا في المحاضرات السابقة، وهذا اللي نسميه احنا diversity، تنويع. يعني what people eat depends upon culture. What people eat is diversity. Diversity هذا مختلف، الأطباع مختلفة، زي ما فهمتكم في المحاضرات السابقة في الكلية. Food must be safe. الغذاء يجب أن يكون آمن، available متوفر، sufficiently nourishing مغذي بشكل كافي، to sustain life حتى يبقي على الحياة أو يحافظ على الحياة وتستمر الحياة بوجوده، وجود هذا الفود السيف والأفيلابل والسفيشنت، and permit successful reproduction لإعادة الإنتاج أو التكاثر، سواء كان التكاثر الخلوي أو التكاثر البشري، and acceptable by the group a group of people، يعني انه كان يكون الغذاء اصلا مقبول من المجتمعات حسب اطباعهم وحسب عاداتهم وتقاليدهم زي ما شرحنا سابق، and then by the individual، ومن قبل الفرد نفسه. يعني ما تيجي تاكلني شيء انا ما بعرفه او مش متعود عليه او مش من ضمن السيتنج الريثم تبع اكلنا في المجتمع اللي انا عايش فيه، كمجتمع مثلا شرق أوسطي متعود على شغلات معينة لازم تكون على السفرة دايما. الناس اللي بتتغرب وبتشوف بتسافر برا بتعرف هاي قيمة الشيء هذا، انه ما بيلاقيش أكله المتعود عليه على سفرته. ليش؟ لأنه الكلتشر هنا بيختلف. الimportance of studying nutritional habits، ليش احنا لازم ندرس أو نطبق في تخصصنا حاجة اسمها دراسة الأطباع الغذائية؟ ليه؟ عشان أنا أقدر أحل مشكلة الناس، solving the problem of nutrition and the deficiency of information in families about disease related to nutrition and nutritional habits، حتى أني أقدر أحل المشاكل اللي بتتعلق في تغذية الناس، تغذية المجتمعات، تغذية الأفراد، تغذية المرضى اللي عندهم deficiency، العائلات اللي عندها deficiency، الأشخاص اللي عندها deficiency في مختلف الأمراض اللي إلها علاقة، كمان مرة، إلها علاقة بالغذاء والتغذية والأطباع الغذائية.
وأعتقد ما فيش مرض، حتى بعض الأمراض المزمنة وبعض الأمراض الفيروسية والالتهابية البكتيرية، الأمراض العائلية، لا أعتقد أنه ما إلها علاقة في الغذاء. لا، هناك علاقة مباشرة لبعض هذه الأمراض أو مجمل هذه الأمراض اللي بتتعلق في نمط الحياة، في أطباعنا وأنواع تغذيتنا وأغذيتنا اللي ابنتنا ولها، يا إما بتساعدك على العيش بحياة سليمة خالية من الأمراض قدر المستطاع، أو إنها ممكن تزيد مضاعفات المرض بشكل أو بآخر، أو تشجع أو تكون هي البيئة المحفزة اللي ممكن تشجع ظهور علامات المرض. تذكروا مقولتي اللي دائما بحكيها، قل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت. فعشان هيك هان مهم جدا ندرس النيوتريشنال هابتس للناس، حتى إنه نعرف إيش حل المشاكل هاي، ونجيب لهم إحنا كأخصائيين التغذية الحلول لهاي المشاكل كلها اللي حكيناها. نمرة اثنين، ممكن إحنا بدراستنا للأطباع الغذائية اللي نعمل decrease nutritional awareness in many families which need intervention from the authorities to increase it. هنا decrease من الـ authorities، الجهات المختصة، مش كل شيء بتعطيك عن التغذية. فالdecrease هان أو الانخفاض في مستوى التوعية الصحية الغذائية اللي بتتعلق في كيفية وماهية ومحتوى ومضاعفات ومكونات وكل شيء عن الغذاء في جميع العائلات أو معظم العائلات اللي بتحتاج لإنترفنشن أو تدخل من الجهات الاختصاصية، هان إحنا بدراستنا هان في النيوتريشنال هابتس نقدر إيش نعملها to increase it، إنه إحنا نركز على العلم. يعني لما يجيك المريض بيشتكي من مرض معين، جاي من طبيب القلب أو جاي من طبيب الغدد أو جاي من طبيب الأعصاب أو الذي هو يعاني من مرض معين، طبعا هنا بدنا ندور في نمط حياته، ندور في إيش ساعد هذا المرض إنه يطلع بسبب أو يزيد مضاعفات بسبب الغذاء أو ما زاد بسبب الغذاء، أو يكون للغذاء دور. يعني مثلا زي مرضى السكر ومرضى الضغط، إنه ننبههم على عدم تناول مثلا الأملاح لزيادة حتى ما يرتفع الضغط وهكذا. فالغذاء له علاقة، وأعتقد النقطة واضحة وصلت. ثلاثة، the increase in the number of food delivery restaurants. هاي الفاست فود اليوم عامل مشكلة كبيرة في المحتويات الغذائية. طبعا المطاعم، انتبهوا يا بنات لهذه النقطة، المطاعم بتحافظ على حاجة اسمها تريد مارك، بتلاقوها جنب اسم المطعم أو اسم الوجبة في دائرة صغيرة هيك، مربع صغير مكتوب فيه تي ام بالكابيتال لتر بالانجليش، تي ام. تي ام هذا تريد مارك. التريد مارك هذا له طعم، له ريحة. يعني لو شميت ريحة شيء وانت ماشي في الشارع تعرف انه هذا المطعم الفلاني، له ريحة مميزة. زي مثلا البيتزا، المواد اللي مكونة للوجبات السريعة بتتنافس فيها المطاعم حتى انه يكون علامة مميزة له، انه يصير الاستيميوليشن طبعا التحفيز العصبي للوجبة وانك تروح تشتري هاي الوجبة. فالفاست فود هان الدليفري ما بياخدوش بالهم من الأمور الصحية. البعض منهم بدناش نظلم، يعني مثلا هو بيعمل الوجبة ستاندرد للكل. بعض المطاعم نجدها تخصص وجبات لمثلا اللي عندهم حساسية من شيء معين ما بحطوه أو برفعوه، أو بقول لك هاي الوجبة دايت، يعني دايت يعني خالية من بعض الشغلات هيك خفيفة. فعلى هذا الكلام passively affecting nutritional habits in families، وهذا بيأثر على قابلية العائلات
كمان من ناحية طلب الغذاء، يعني بكسل الواحد يقوم يطبخ في البيت وبده يروح ايش يعمل، يطلب دليفري بلاقيها اسهل ولا ايش هالتعب، وما هي وجبة. لا يا سيدي الكريم، يجب ان ندرس هاي الحالة دراسة عن قرب، ونعرف ليش اللي بيخلي الناس سواء على الصعيد الاقتصادي او الصعيد النفسي او الصعيد المجتمعي انه يروح للفاست فود والفود ديليفري ريستورانت ويطلب منها، وهذه بدها دراسة. حتى انه نتجنب، طبعا هو الهدف من هاي الدراسة انه نتجنب الكثير من المضاعفات والامراض اللي ممكن تكون، خلينا اقولها، الوجبات هاي الغذائية الجاهزة محفزة لها. The need to increase النيوتريشنال، النقطة الرابعة، ده increase النيوتريشنال education for family members. يعني لما يجيك انت فرصتك تقعد مع اعضاء العائلة او من خلال الشخص المريض والكير جيفر تبعه، انك تعطي النيوتريشن awareness تبعك اللي انت تعلمته ودرسته وحابب توصل المعلومة التغذوية الصحيحة للناس عبر القنوات الرسمية او عبر مركزك الخاص بكرة، او قنوات التلفزيون او الاس ام اس او الراديو كاخصائي التغذيه. وهذا الكلام ايش بيزيد التدخل في العائلات وبيحفز تغييرهم وبيعطيهم الدافعيه انه يعرف الصح من الغلط عبر الاديوكيشن. النقطه الخامسه، ليش بندرس احنا الاطباء الغذائيه؟ نيجاتيف اتيتيود تو براكتس فود نيوتريشن هابيتس. النيوتريشنال هابيتس هان في باد اتيتيود، نيجاتيف اتيتيود، زي ما هو في بوزيتيف اتيتيود. يعني الناس اللي عارفه ايش بتاكل بتتوجه لايش بدها تاكل، والناس اللي مش عارفه ايش بتاكل بتتوجه للاماكن اللي مش عارفه ايش الغذاء بيحتوي فيها. يعني هي وجبه وبس، اشبع وبس، هي المشكله هيك؟ لا، هي النيجاتيف اتيتيود هان ال خليني احكيها بشكل تاني، يعني الطبع السلبي، الطبع اللي بنقول احنا القناعه السلبيه او القناعه اللي مش صح عن تناول الغذاء بالشكل الصحيح، ويكون هناك براكتس ذا جود نيوتريشن هابت. طبعا هنا بنرجع للنقطه قبل شوي اللي بنقول عنها، في هنا يكون education للعائلات وبصير هان good nutritional habits إذا إحنا درسنا الكلام هذا وعرفنا negative attitude وعدلنا عليه. food habits، شو في أطباع غذائية هان عنا بدها دراسة؟ they are acquired through years in the community. المشكلة هان انه الهابت هذا اللي نتكلم عنه، الهابت، الفود هابت، ما بتحصل في يوم وليلة يا بنات، بتحصل تراكمي عبر سنوات. اطباع، مش الطبع غلب التطبع زي ما بقولوا، فطبعك انت الغذائي بتكتسبه على فترات طويلة. مثلا يعني على سبيل المثال، احد الخطوات الايجابية وقيس عليها السلبية، طبعا انت حتشوف المثال وتعدل هان، مثلا like the use of fork and knife، استخدام الشوكة والسكينة في، او المعلقة والشوكة، او المعلقة او الصينيين بيستخدموا chopstick العصايتين في transferring food to the mouth is a habit. احنا مثلا عنا في دول الشرق الاوسط البعض يأكل منا بايديه، وهذه طبعا سنة محفزة، ولكن يبغى لها النظافة، لازمها نظافة، لازمها طبع، ها كمان مرة، طبع غذائي سليم، انك تاكل بايدك او بالمعلقة او بالشوكة او بالسكينة، تستخدم الادوات الصحية النظيفة في وضع الطعام في فمك. وهذه هي صلب الموضوع، كيف يصل الطعام للفم بصورة هابت بطبع غذائي سليم صحي نظيف. هنا النقطة، سواء كانت بإيدك أو بالمعلقة أو بالشوكة أو بالسكينة أو بالصحن أو بالسندويش أو ورقة ملفوفة. يعني مثلا على سبيل الورقة الملفوفة، هو صح يعني إحنا نشتري الفلافل زمان كانوا يحطوه بالقرطاس تبع الجرايد والحاجات المطبوعة،
طبعا هذه عشان نثبت الحبر على الورق بيلزمه نخلط مع الألوان رصاص، والرصاص مع الحرارة بيتم كونتامينيشن للأكل للفود. فتخيل كليات أجسامنا ممكن تتسمم من الرصاص اللي موجود في القرطاس تاع الوجبات الغذائية اللي يستخدم في لفها الجرائد ورق المجلات والصحف والكلام اللي زي هذا. هذا غير عن انه كم ايد مسكتها وقديش فيها بكتيريا وقديش فيها فيروسات. فتخيل الموضوع لحالك، تخيلوا إيه. طب فيش نلفها؟ بدنا سؤال. طيب النايلون، البلاستيك، كيف الحرارة ممكن تستخلص بعض مكونات البلاستيك ويروح على الغذاء، وهكذا زي حكاية التسخين في الميكروويف إن لم يكن الوعاء أو الإناء made for microwave use، صنع فقط لاستخدام الميكروويف، يعني ما بتفاعلش بالحرارة مكونات هذا الوعاء أو هذا الغلاف، طبعا ما عدا المعادن، ما عدا القصدير لأنه بيعمل ولعة في الميكروويف. فهي كل قصد الموضوع. فهذا الهابت أنت بتتوارث وبصير طبع، وأنت بتقتنع من سلوكياتك اليومية انه هذا شيء يعني جيد وعادي، وزي ما بنقول احنا امور ماشيه تمام. repetition action، هي تكمل عفوا خطأ، فانا repetition action that is largely automatic or done without thinking. فانت هذا زي ما حنا قبل شويه حكيت انه انت بتتصرف بطريقه تلقائيه بدون ما تحس انه هناك خطر ام لا يوجد خطر. Some people habitually reach for salt before tasting their food. They do so as a habit. يعني ها كمان مرة في طبع عند الناس، مثلا تلاقي الملاحة والفلفل الأسمر والمثلا البهارات أو الليمون أو الشطة أو الإشي اللي محطوط على الطاولة كمقبلات موجودة أو مكملات للطاولة، الديكور تبع الطاولة، البروتوكول تبع الطاولة. فبتلاقيه مسك الإشي وحط على الأكل سواء ايش مكان يكون قبل ما يدوق، وهذا طبع سلبي سيء. فدوق الاكل اذا مالح اتصرف، مش مالح بدك ملح حط ملح. يعني القصد انه ما يكون باد هابت انك تمسك الاشي ومن غير تيست وتزيد عليه او تضيف عليه من غير تيست، ما تخلي هذه عادة سيئة عندك. مثلا الام، نقطة تانية، may eat food left on her children's plates without even realize she is doing it because she has been through not to waste food. يعني مثلا زي ما بيقولوا ما تخليش شيء في الصحن، يعني كل صحنك. لما الطفل يسيب شيء في الصحن بتلاقي الام او الاب والكل منا ممكن يتصرف هذا التصرف انه بياكل بواقي ما تبقى من صحن الطفل وما بيسيبش اي حاجة without even realizing she is doing it. ممكن يكون هذا بشكل تلقائي عفوي، يعني بعد ما يقوم الطفل عن السفرة خلص شبعت يا ماما، بتمسك الصحن وايش ما تبقى بتاكله. خلونا احنا من جانب انه هذا جيد او سيء، يعني ما نخليش اشي في الصحن، هو المبدأ انه احنا تعودنا على هذا الكلام. هو السؤال اللي بيطرح نفسه هم. ليش اصلا يزيد في الصحن؟ وهذا طبع من الاطباع بحب يعني نضيفها على هذا المصطلح أو هذه الجملة أو هذه العبارة أو هذه المكان، هان في مكانها جت في مكانها الصح، إنه كل على قد احتياجك. في بريطانيا، وأعتقد حكيت لكم إياها مرة، في الأوبن بوفيه لما تخش تأخذ، طبعا أوبن بوفيه مفتوح يعني بتغرف إيش ما بدك وتحط إيش ما بدك، بتاكل كفايتك. ولكن صدقوني يا بناتي، اللي بيزيد في الصحن تدفع حقه في بريطانيا. صحيح، بتدفع حق الوجبة كاملة، غير ان التيكت اللي انت دافعه عشان تخش الاوبن بوفيه هذا. يعني كل قد حاجتك، اغرف على قد حاجتك في الصحن، ما تخلي حدا يزيد او حاجة تزيد حتى ما تضطر تكبه، زي بعض الهابتس. وبعض الهابتس زي المدرز هان في مثلنا هاني بتروح تاكل هذا الفود. فود هابت is a food behavior but not all food behavior is a habit. ركزوا هن، الفود هابت is a food behavior، الطبع الغذائي هو طبع نمط غذائي، ولكن مش كل الأطباع الغذائية عادة.
يعني ممكن انت يعني مثلا مجتمع بياكل الفلفل بشكل عام زي اهل غزة هيك او الهند او الباكستان، ولكن تجد ناس عايشين بينهم مش بالضرورة يكون بياكل الحراق، في مجتمع بياكل الحراق او مشهور عنه انه الاكل تبعهم سبايسي زي المكسيك مثلا زي ما اخذنا في السلايدات، او زي السمك الني السوشي والشيشمي في اليابان او الصين او تايلاند او فيتنام والاماكن هاي اللي بتحب الروفش الاكل السمك الني. فمش كل الاطباع واحد، فعشان هيك هذه احفظوها جملة كتير حلوة. For example مثلا tasting food deciding it needs a certain amount of salt to achieve the flavor one desires and salting it according to a behavior that is not a habit. زي ما احنا حكينا عن بس جايب المثال على الملح، يعني ممكن انت فعلا هي الأكلة طبع الناس تاكلها مالحة، ممكن في ناس ما بتحب تاكل الاشي هذا مالح، ويكون قاعد معاك على السفرة حدا ما بيحب الاشي الحلو او المالح او الحار او الحراق، يا اخي ما تجبره، يعني مش بالضرورة النمط يكون واحد. Food habits are repetitive characteristic acts largely automatic that an individual completes in order to satisfy a real or imagined need for food. حكينا داخل السياق في الشرح قبل شوي انه الفود هابتس انه متكررة repetitive بتحصل بشكل تلقائي اوتوماتيكي characteristic act التصرف عبر الشخصية، يعني شخصيته الإنسان تتكون طبعا من نمط حياته المجتمع اللي هو عايش فيه، يعني الكاركترستيك أكت إنه التصرف الكاركتر الشخصي أو التصرف الشخصي تلقائي اللي ممكن الشخص completes in order to satisfy a real or imagined need for food، إنه ممكن يمارسه أو يطبقه كل هاي العادات والتقاليد اللي احنا حكينا فيها هذه، حتى انه هو يكون على قناعة او في قناعة انه هو ايش بيعمل اشي صح، لانه في اعتقاده لو ما عملش هيك بكونش الاشي صح. People the meaning of food the meaning of food معنات كلمة food. People believes and values concerning food and nutrition influence their food behavior in a given situation. الناس هان معتقداتها وقيمها بما يخص الغذاء وبما يتدخل في الغذاء أو their nutrition influence their food behavior in a given situation. في تعريف هان يا بنات الـ meaning of food كمان مرة، هو عبارة عن المعتقدات للناس، معتقدات الناس والقيم طبعا بتاعت الناس اللي بتخص الأكل والإنعكاس على النيوتريشن من هاي المعتقدات على الطبع الغذائي في in a given situation في زي ما بنسميها احنا في ظرف معين أو في فترة معينة أو في لحظة معينة أو في تصرف معين. فهذا البيليفز والقيم تنعكس على التصرفات. One may have a negative or positive attitude زي ما حكينا towards food because of its association with a place, a person or even an event. يعني ممكن احنا لو احنا بنطبخ لعزومة مثلا event نزيد الكميات ونزيد نعملها بشكل أفضل هيك مقبول، وطبعا هو الغذاء يحضر بشكل مقبول دائم، لكن التصرفات هن ممكن تنعكس أيضا على المكان، إنه في مكان ممكن أنت يعني مثلا أنت بتاكل في البيت، أشبه الكوية بشكل تاني، أنت بتاكل في البيت بشراهة أو بإيدك أو بالمعلقة أو بالسكينة، وممكن هذا الكلام في البيت في الشيء المستريح، او العكس في المطعم لما تروح مطعم او تروح في الجامعة والكافتيريا وتشتري اي حاجة ممكن تضطر انه
بناء على المكان ووجودك في هذا المكان أنك تلتزم قواعد وآداب وسلوكيات الغذاء في هذا المكان، أنك تستخدمش إيديك في البيت، بتستخدم إيديك. ممنوع مثلا الأكل بدون الشوكة، ممكن تستخدم حاجة غير الشوكة وهكذا. فهذا النيجاتيف والبوزيتيف اتيتيود. يعني مثلا في أماكن بنخشها أو قدام ناس بنلاقي بعض الأميات أحيانا يمكن بتلاحظ هذا الكلام، عيب تاكلش بإيدك، إحنا مش في البيت. لاحظوها هذه الجملة. A child may eat any food while he has upset stomach may never eat this food again. وهذه مهمة جدا يا بنات. A child may eat any food while he has upset stomach. يعني ممكن الطفل يتناول أي نوع من الغذاء ويكون عنده معدته حساسة لهذا الغذاء وغصب عنه مثلا، وهذا بيعمله upset. upset يعني إيش بيعمل كمان؟ فكرتوا معي؟ may never eat this food again. يعني الأكل اللي بيغلبه وبيعمل له مشكلة في معدته، أو هو عنده مشكلة في المعدة ومش داري إنه الفود هذا سليم أصلا، ما بيعملش upset stomach، ما بيعملش مشكلة في المعدة، ممكن يؤدي للطفل هذا إنه ما يأكلش الأكل هذا مرة تانية نهائي، حتى لو كان هذا الأكل هو فعليا مش هو اللي يعمل له المشكلة في معدته. هذه مهمة جدا يا بنات. يعني معناته الأكل السليم كلنا على قناعة طبعا أنه ما بيعملش مشاكل في الجسم، والأكل الصحي ما بيعملش مشاكل في الجسم. بدنا نطلع هان شو اللي عمل أبسط للاستومك كان، أو خلى في خرابيط المعدة هيك بالبلدي، يعني زي ما نقولها أنه خلى في مشكلة عند هذا الشخص في معدته وما خلاهوش ياكل الاكل هذا تاني، وصارت عقده نفسيه عنده. زي مثلا شرب الحليب، عند كتير من الناس بيحبوش يشربوا الحليب، انه مثلا شربه عمل استفرغ او عمل حساسيه معه او عمل اسهال او ريحته او اشي زي كده. هذا مثال. spinach and most meat are associated with masculine images. عارفين باباي زمان؟ باباي كان ايش بياكل السبانخ، وتوم وجيري دائما قتلهم على الدجاجة واللحمة عشان هيك هان associated with masculine images. masculine images اللي هي الدعايات اللي تعمل عضل وبتوري انه في عضل، وفي زي باباي انه حديد وكذا. while salad and non-meat enters are associated with feminine images. انه هذه يعني ذكوري، السبانخ واللحمة يعني ذكوري الايمجز تبعها، وهنا السلطة والنون ميت انه ناعم يعني انه نسائي، الفيمينين ايمجز. يعني في معتقدات عند الناس انه عشان تكون كده عندك عضلات وتبين بجسم كده جميل وحلو وبارز، انك لازم تاكل السبانخ، وزي ما هو دعاية باباي وانه النساء عشانهم مش مضطرين لهذا الايمج الفيمينين ايمج انهم ياكلوا السلطات والانتريز او اللي هي المكونات الغذائية السوفت، عشان ايش هم يضلوا في الشكل المطلوب لهم كنساء. budding and carrot strips are food associated with sick persons. budding هان اللي هو الأغذية البسيطة اللي تحتوي على الجزر، قطع الجزر، البادينج ممكن الشربات تكون كمان، البادينج ممكن يكون الحاجات السوفت كده اللي ما فيهاش لحوم وما فيهاش يعني السوائل. البادينج كمان اللي هي الأمور اللي مكوناتها بسيطة الرهيفة الرهفة، إنه هذه دائما إيش الايمج تبعها انها associated with sick persons للناس العيانين. وكتير احنا بنقولها بالعاميه، شو جايب لي انت اكل عيانين؟ اكل وين الاكل؟ يعني الاكل شوربات مثلا او الاكل حاجات ناعمه كده وبسيطه، بنفكر احنا هذا اكل العيانين او الناس المرضى. teenagers and young today eat hamburger. وهذا سلوك teenagers والyoung persons young people، بحب البرجر كتير، بحبه البرجر بشكل
كبير. ليش؟ لأنه جاهز ولذيذ وممكن نعمله في البيت، يعني وين المشكلة؟ food preferences، اختلافات الغذاء أو مكونات، خلينا نشوف الأصناف. هان food preferences are developed as a result of many factors in person's environment. ممكن هنا تتطور الـ preferences هاي أو المكونات الغذائية، تتطور كنتيجة لبعض العوامل في البيئية اللي بيعيشها الشخص. زي مثلا social factors. السوشيال فاكتورز اكسبرت ايش بيقولوا لنا؟ هان خبراء الحياة الاجتماعية والمجتمع. السوشيال فاكتورز اكزيرتس ا باورفول انفلوينسز اون فود. الاطباع الغذائية عفوا الانماط المجتمعية او الاسباب المجتمعية، الافكت المجتمعي، هان الريسك كان وين؟ فاكرين الفصل اللي فات لما كنا نتكلم عن المجتمع وأطباعه، بيعمل influence في اختيار الغذاء ومكوناته. By observing their parents، الأشخاص لما بيتربى مع العائلة بيكون ملاحظ إيش أمه بتطبخ. والinfants and children learn which food and combinations of food are appropriate to consume and under what circumstances. يعني احنا ما بنلاقيش شيء طبخه الماما، ما بنعرفش نطبخ، ما بنعرفش نكون الوجبه فعليا، يعني طبخه من طبخاتنا العربيه وحتى الطبيخ الاجنبي. يعني لو نروح نقف في مطبخ ياباني مش هنعرف كيف بيعملوا اكلهم، وهم كذلك لما يقفوا في مطبخنا ما هيعرفوا يعملوا اكلنا. فالواحد منا عايش في مجتمع سوشيال فاكتور. الاكسبرتس دائما بيحكوا الخبراء انه الشخص اللي بيتربى في مجتمع بيعرف اطباعه، ومن عاشر القوم 40 يوم صار منهم يا جماعه، فما بالك اللي بيعاشر الماما في المطبخ، او يعني القصد انه بيكون من عائله معينه خلاص بيعرف تكوين الغذاء. فلو دخل المطبخ وعارف تكوين وجبه معينه ممكن يعملها، او مش عارف. حتى الاطفال بروح بفتح خبزه بدهنها جبنه وبعمل زيت وزعتر، دقه وزعتر، لو جبنه اجنبي وحطيناه مش من السوشيال فاكتور تبعنا ما حيعرف انه الدقة والزعتر هدول بنحطه في ساندويش والزيت وبصيروا وجبة مع حبة بندورة وخيار، لانه هذا طبع ميدل ايست واكس عندهم. واعتقد واضحة المعلومة سهلة. فهذا معيشتك في سوشيال فاكتور معين، نمط غذائي بيتشكل، والعائلة هان لها دور كبير في الكومبينيشن اوف فود. Perhaps more influential, though, are the messages from peers about what to eat and how to eat. هذه بديش أقول خطيرة جدا، لا خلينا نقول إنه إحنا هي مهمة جدا، إنه الانعكاس اللي هي peers هنا الأقران، الأصدقاء في المدرسة، في الجامعة، في المجتمع، في الحارة، في الشغل، في العمل. peers الأصدقاء دائما بيعكسوا انماطك. ليه؟ لانه هم جايين برضو من سوشيال فاكتور تاني. انت ملاحظ انه في اطباع مثلا ما بين العائلات، اطباع تغذويه طبعا، ممكن تشوف انت في ايد زميلك او زميلتك او صديقتك، صديقتك عفوا، ساندويش او وجبه محضره بطريقه تانية هيك انت تعتقد انها غريبه. يعني زي مثلا أهل الريف وأهل المدن والناس اللي متعودة على الدليفري والمطاعم والأمور زيها، والناس اللي تطبخ في البيت مثلا ممكن تجد الوجبة مكوناتها فعلا مختلفة. وهذا influential. influential يعني إيش؟ بينعكس على طبع الشخص المخالط والمعاشر لهؤلاء الأشخاص، إنه ممكن يتطبع بأطباعهم ويصير إيش؟ الرسالة الصحية كما هو الرسالة الغذائية والرسالة هان، المسج هان كرسالة، يعني انه احنا بنشوف شيء بنحب دائما ان ممكن نطبق او نجرب. food neophobia is common among children. it can often become allowing them to observe another child enjoying eating that food. neophobia هان السلبيات هذه تاعت الاطفال، عدم حب الاكل، وزي ما نقول تعال غار منه.
شوف 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 كيف البيبي هذا بياكل، حلو حلو زاكي زاكي، او افتح له مثلا الموسيقى تبعته او الاشي، بتلاقيه بياكل خايف مرعوب من انه هذا الاكل كيف يعني، امي مش معوداني انا اطعميني هيك. فصعب جدا نمط الحياة الغذائي للاطفال، انه الطفل يكون متعود على شيء مش من عمل امه، او العكس صحيح. طبعا هان بتلاقي اطفال بحبوا الوجبة لانهم تقدم لهم بشكل معين، او تتاح لهم allowing them to observe مثلا another child كيف بياكل. وهذا يا عيلاجي تذكروها، هاي حتلزمكم allowing them to observe another child enjoying eating that food. يعني انت في طفل بحبش يشرب الحليب، بتوري منظر محفز انه يصير يشرب الحليب، فبصير يحب يشرب الحليب. طبعا هذا بالتدريج، فما بالك الكبير. فهذه معضلة. او مثلا في ناس بتقعد على السفرة، الاهل طبخين كذا وكذا وكذا، وبتصير في بعض العائلات بتلاقي الام الله يعينها بتطبخ طبختين او ثلاثة. ليه؟ لانه الاشخاص في نفس البيت، اخوة واخوات وبنات وزوجات اخوات او اخوات، بتلاقيهم كل واحدة لها طبع في الأكل، بتاكل إشي أو هذه ما بتحبش الإشي هذا. فأنت لما تقرب المعلومة، المسج، الرسالة بصورة مبسطة، تخليها تطبيقي كمان مرة، تخلي الأشخاص الآخرين قدوة حسنة لتغيير النمط الغذائي اللي أنت بتحاول معالجته. طبعا الخطأ السلبي اللي احنا بنحاول نقومه ونقيمه هان انه هو خطأ، طبعا احنا عارفين في تخصصنا انه خطأ، بنحاول نغير منه نوعا ما، بالذات الاطباق الغذائية للاطفال. كتير في بنفتح لهم الافلام المتحركة، الرسوم، طيور الجنة، مش عارف مين، انا ما بذكر اسماء، ولكن محفزات حتى انه يقدر ياكل الاكل بالصورة اللي احنا بدنا اياه ياكلها. Factors affecting food preferences. شو هي العوامل اللي تتدخل في تنويع الغذاء ومصادر preferences تبعت الأكل مكوناتها؟ Food available in the community. شو في عندك أكل متوفر في، أو الطعام الذي يتوفر في الكوميونيتي؟ هنا بيحدد الكومبوننت وبيحدد the preference. يعني إذا كل المكملات أو المكونات عفوا الغذائية من خضار ولحوم وبروتين ودهون و مكونات الغذائية اللي نعرفها احنا موجودة في المجتمع، اذا المجتمع سهل انه يكون البريفرنس تبع الفود تبعه. Food preferred by other family members especially parents. الاكل المفضل للاباء والابناء، طبعا هم قدوتنا، الاباء والامهات عفوا اللي هم قدوتنا في الاكل، بنلاقيهم بياكلوا شيء معين فبنصير احنا ايش ناكل معهم في نفس الريذم ونفس النمط. Food purchased and prepared that reflects cultural attitude as well as family income. The food purchased and prepared that reflects cultural attitude. هنا الأكل اللي احنا بنشتريه وبنجهزه، طبعا هنا العامل الإيكونومي له، مدال شفنا شراء وpreparation، هنا له فوين في الفلوس، الإنكم تبع الفاميلي. فبيحدد هان إذا الإنكم كويس، نلاقي في تنوع في المصادر أو المكونات لpreferences الغذائية. الإنكم قليل طبعا هذا حيتأثر. Food permitted by religion أو religious groups، زي ما حكينا مثلا المسيحيين، اليهود، البوذيين، المسلمين، الديانات الموجودة، في ناس بتاكل هيك، في ناس بتاكلش هيك. إحنا المسلمين ولا يمكن نحط إيدنا في حاجة حرام، نحط في فمنا حاجة حرام من الأكل، وهذا معروف. وهكذا. Food whose taste, texture, color and appeal particularly to individual. الأكل اللي صفاته، قوامه، ألوانه، ريحته، شكله مقبول لدى الأشخاص. بنحضر احنا الأكل طبعا البريفرنس هذا له داخل فوين، انه بعض الناس بتحب تبين أطباعها وأنماطها في تحضير أو في كيفية تحضير أو شكل تحضير سفرتها وأكلها، وهذا له
طبعا عشان انت تشكل الصحن وتعمل ديكوريشن، تعمل ريحة وطعم ولون وتيست والامور هاي، بتغير البريفرنس تبع الاكل، مقومات الاكل. When you eat، سؤال، when you eat pay attention to what to when you eat، هذه مهمة. متى نأكل؟ متى؟ Notice when you are hungry، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع. إذا شعرت بالجوع كل، ما شعرتش بالجوع ما تأكلش، وهذا طبع بده تغيير. وهنا عاد التطبيق تبعك كيف بده يكون. Be attentive to your eating habits. عفوا. Be attentive to your eating habits. انتبه لطبعك وانت بتاكل، طبعك الغذائي. Are you eating because you are hungry؟ هل انت تاكل عشانك جعان؟ Notice if you forget to eat. If you forget to eat، اذا نسيت تاكل وجعان كل، لكن مش جعان ونسيت انك انت بتنقرش بتنتوش فممكن ايش تروح تاكل عفوي. مثلا هان، think about how you feel at different times during your day. المزاج خلال اليوم، في مزاجات لما يكون معكرة بدها satisfying yourself، ممكن تروح تاخد وجبة هيك، أو تاخد لك حاجة سناكس، أو تفتح لك إشي تشربه أو حاجة زي هيك. How is your mood؟ كيف أنت نمطك العصبي أو نمطك النفسي؟ How is your mood؟ Your appetite هي قابليتك للأكل، شهيتك للأكل. Simply by paying attention to what you eat, you can uncover your habit and take a step toward changing them. إذا انتبهت تقدر تغير. What you eat، شو بتاكل هنا، when you eat، هنا what you eat. Another key to good nutrition is becoming aware of what you eat and how it makes you feel. مهم جدا انه تنتبه ايش بتاكل حتى تكون انت زي ما بقوله نفسيا مرتاح وراضي عن ايش اللي بتاكله. For example، if you eat a snack of fruit and cheese versus a chocolate or mid-afternoon، do this food make you feel any different later in your day؟ يعني لو بدلت مثلا، انت متعود السناكس تبعتك الساعة 11 مثلا البريك، تاخد لك قطعة شوكولاتة وفنجان قهوة، لو بدلتهم مثلا بفواكه، هل ممكن هذا يعكر مزاجك طول اليوم ولا يعدل، ولا شو القصة؟ هنا بدك تعمل تقييم. Eating is a social event that brings together different people for a variety of event. ممكن الايفنت هذه تكون religious زي مثلا قعداتنا في رمضان، or cultural celebration، احتفالات مجتمعية واحتفالات اجتماعية، business meeting، family dinner، العشاء تبع العيلة، لمة العيلة زي يوم الجمعة مثلا. فبعض الاشخاص بتلاقيهم ممكن ياكلوا في اللمة هاي فقط بشراهة وبلمتهم هاي، ممكن هي اللي تساعده انه ياكل بشكل تاني المتغير. فانتبه لهاي الشغلات، انه تاخد بالك انه ما تخرجش عن النمط الصحيح. social pressure، الضغوطات المجتمعية. social pressure however can recruit our intake، restrict our food intake and selection we might choose. يعني social pressure هان زي مثلا order non-meat dishes when you are dining with a group of vegetarian friends. يعني بدك تحترم الجلسة، القصد اللي انت معزوم عليها. يعني مثلا انت قاعد بالناس vegetarian، ما تطلب اشي فيه meat، او تاكل اشي فيه meat، العكس تاكل اشي meat فيه لحمة في جروب فيجيتيريان فريندز، حينظروا ممكن هذا إلهم شيء مقزز، يعني ما بيقدروا يستوعبون انت كيف بتاكل لحمة. فالإشي هذا بدك تنتبه عليه، لأنه هذا ضغط مجتمعي، فصعب انه تتكيف. تمام، نكتفي في هذا القدر. بارت 2 ان شاء الله المحاضرة الجاية، اللي هي definition of nutritional habits. شكرا لكم على الاستماع، 50 دقيقة بالتمام. المحاضرة زي هيك بتكون كويس، خفيفة، وكمان عشان الفهم والمتابعة والتحميل أيضا
الابلود تبع الانترنت. اعاننا الله واياكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا ما تنسوا اي سؤال، لو حابين تستفسروا عن شغله مرفق البي دي اف، المحاضره السلايدات، ارجو التواصل وارجو المتابعه، وان شاء الله نلتقي في محاضره.